اسمحوا لي بس اليوم احكي بالسوري. المصري ممكن تحاول تدور على كلمات بس السوري رح تطلع من القلب للقلب يعني ان شاء الله. اولا انا بتشرف اني كنت عضو بنادي وادي دجله. يمكن من اول ما وادي دجله ساعد الدوري الممتاز انا كنت موجود معهم. كان ايام حلوه كثير 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 بحياتي اثرت فيني. بتمنى من قلبي انه يا رب هالسنه تعملوا شيء للدوري باذن الله. صعب كثير علي يعني اني اترك بيتي. انت مش حتسيب بيتك اول انت موجود ان شاء الله وبتستنى يا رب. الله يوفقكم يا رب. من قلبي انا بحبكم الكل انتم اخواتي ابتداء من مستر ماجد من العمال كل الناس للاعضاء. انا بحبكم كل قلبي. توفيق ان شاء الله.